هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمشاويين السلام عليكم ورحمة الله. مكانه حسن زميرة خطاب بعد خطاب وهو يحلف حرام وطلاق انه ما له دخل بالصاروخ اللي وصل الرياض وانه ما فيش غريم الا المدلوز الحوثي. انا اريد ان امفي بشكل رسمي، نحن لم نرسل سلاحا الى اليمن، ولم نرسل سلاحا الى البحرين، ولم نرسل سلاحا الى الكويت، لا صواريخ باليستية ولا أسلحة متطورة ولا حتى مسدس. لا صواريخ باليستية ولا حتى مسدس. حتى مسدس ما فيش. بابابابو البخل. وإيران تنفي وتبرر وتبعقق، ما لناش دخل ولا نعرف هنا الرياض أصلاً. كجا رياض هاستا كجا سعودي عربستان هاستا. جلساتي دوشتين مشورات حرام وطلاقة تلازم لنا دخل بصاروخ الحوثيين الذي أطلقوه على الرياض. نحن نرسل مخدرات ممكن، نرسل لهم فلوس مزورة جائز، أما صواريخ أستغفر الله يا حسين. مواقف طبيعية طبيعية من ناس خايفين على بلدانهم، عارفين عواقب البلطجة والهنقبة على شعوبهم ودولهم، راكنين على شوية متبردقين متوكلين لهم ومضحين ببلدهم وشعبهم. وحدهم مدالز الحوثي وحليفهم المخلوع يتمخطروا ويهنقموا يا ليلى والهنقمة، يهنقموا ان الصاروخ صاروخهم وباقي مثلهم الآن زي ما قال ابن فليتة وناطقهم الجديد اللي بدل لقمان عادوا يهنجم ويقول له بنستهدف خطوط الملاحة في البحر الأحمر قريبا. إلا إطلاق صاروخ بركان إتشتو الذي حقق الهدف بدقة عالية، وهذا يحمل رسائل كثيرة جدا، منها بأن الصواريخ اليمنية ستكون في مرمى الأهداف الحيوية في داخل المملكة السعودية وأيضا في الإمارات. إتشو يرحمكم الله يا ليلى والهنجمة يا باسمك. ها عنترة على الفاضي يقدموا ألف مبرر لحصار البلاد والعباد. احنا نقول ارفعوا الحصار يا تحالف، نظموا المسألة، والمنظمة تقول مقاعة. مقاعة هي الأسوأ في التاريخ. الصحافة العالمية تصيح وتحذر عن ضرر إغلاق المنافذ. يا ناس مقاعة، يا ناس همراض، يا ناس الشعب يموت كل يوم، وطفل يمني يموت كل 10 دقائق، والحوثي يقول لا ومعنا صواريخ مسومة. يعني حاصروا اليمن، يعني تصفي هذا الشعب، واللي مش عارف يقول صامتين في وجه العطوان. احنا صامتون صامت طبعا، صامتين ونص ومستفيدين. انتعشت السوق السوداء وصارت الدبة البترول بقدرة قادر 14,000 ريال، زموط يملي القيوب، صامتين والدبة الغاز توصل لهم ب1100 من مأرب ويبيعوها للمواطن ب3,000 أو 4,000، وكاتبين من بيت قاسم قيمتها 50 ريال لقان شعبية، 50 ريال ما أدريش إيش، 200 ريال لحماية. المهم إنك تعيش من فوق ظهر الدبة الغاز، تعيش من فوق الدبة الغاز وصاحب المسكين وكل زموط وزامطين عمايرهم المهولة ترتفع وآمنين عليها من أي قصف. هذه واحدة منه. شوف بسعة منه عمارة الموت لأمريكا، شوف على ضخامة دي، فندق دي، هي هذه حق حتة وكيل في جهاز الأمن القومي الحوثي، والباقي مثلوب وقصور وبلال. العوثيين زامطين آخر زموط ومفتهنين يقع 1,000 حصار. انتم من قلكم يا يمنيين ما تزمطوا، حد ماسككم بالزميط؟ صامتين ونص ويحلبوا هذا الشعب اللي يشقي بلاش بلا رواتب من سنة كاملة. ليش ما يزمط الحوثي؟
إذا ما زمطش اليوم متاحات ما يزمط. حتى قناة المسيرة زامطة، يو زامطة زموط يا لطيف، وعادة تفتح قنوات ثانية جنب الأولى وبمليارات. المسيرة مباشر فضائية جديدة تنضم إلى شبكة المسيرة الإعلامية بخطوة تمثل رافدا جديدا للإعلام المناهض للعدوان على اليمن بالدرجة الأولى. شفت كيف؟ شفت كيف؟ عطاؤكم يستحق، عطاؤكم يستحق الكثير، وعادة بتطلع لنا مليون قناة بعدها. هيا هذه القناة المباشر تكلف بالشهر بس كلفة تشغيلية نص مليون دولار، أضربين ب450 وشوف كم بطلع لك يا مواطن، يعني في السنة كذا مليار، وكله زي ما قالوا من عطاؤكم. وليش عاد قناة جديدة؟ عشان تغطي معاش الشعب اليمني والحصار والعطوان، وتروح بكلفة 200 مليون ريال تغطي مثلا توقف مراكز غسيل الكلى اللي تحتاج ربع هذه المبلغ عشان تشتغل ويتوقف مدة العشرات أسبوعية، وتروح تغطي المولد النبوي أو الذكرى 800 لموت الإمام زلط الدين ابن شفط الدين. المسيئة مباشر فضائية جديدة تنضم لقنوات الزورة والبهتان بكل معاني الكلمة، خطوة تمثل كذبة جديدة للإعلام الفارسي بالدرجة الأولى وباللغة العربية وتحت شعار عطاؤكم يستحق. تابع المسيئة مباشر ونحن نقتحم نزور نقبر. تابع المسيئة مباشر كما لم تتابع من قبل، المسيئة عطاؤكم يستحق. كل منا عطاؤكم، أصغر صاروخ، أقلب قصف، سبب حصار، تحصل مأساة، روح غطي المأساة. ويا بقرة صبي لبن، صبي لبن وصبي صموت وعماير وأرصدة. ما كفنهمش قنواتهم العاملة المسيرة والساحات والميادين والقنوات المنار، المهمة الإيرانية والعراقية واللبنانية كلها تشتغل معاهم والإذاعات، ولا كفنهم تحويل القنوات الرسمية المحتلة اليمن وعدن وسبا والإيمان، طالعين للناس كمان بقنوات بالمليارات. أما المواطن أصبر واصمت ولا أنت مع العطوان؟ هذا مدرس مات قهر وجوع وسط طلابه بطابور المدرسة، والعوذي طالع لي بقنوات جديدة، وعادهم يطلعوا يخرطوا زي هذا الزامط اللي حول قناة اليمن مؤخرا لقلد وزراء عفاش في حكومة حزيز. هل تعلم يا معالي الوزير أننا وعدد من الزملاء في قناة اليمن أول من قطعت المرتبات ولم يكن هناك مخصصات وكان فعلا هناك مباغتة من العدوان علينا، أننا أكلنا الخبز الذي له شهر بعد أن كنا نزيل العفن من فوقه. يا أخي العفن هذا مغذي، مغذي جدا يا عبد الرحمن، شوف سعمني رقبتك رقعت. طيب هاتوا قليل خبز معفن من حقكم لهؤلاء اللي يموتوا جوع، شوف صوابرك كيف انتفخوا، شوف سعمني رقبتك السنتين هذه من العفن. اي والله عفن من صدق، عفل لما تخدروا الناس وتسببوا بمعاسيهم وتنكبوا البلاد والعباد وترجعوا تتباكوا عليهم وهم يموتوا قلد على عظم. ها شوف 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 انت وامثالك الحوثيين صوابر وكروش ورقبه خلاص قدكم بتقرحوه، انت والصمات وجليتا وحامد والشامي وبقيه الحوثه باينه عليكم المقاعه والخبز المعفن. هذا ضيف الله الشامي قبل الزموط، كم في نعمة الله ما عليها مزيد، يصلح مقالي ما شاء الله ما شاء الله. وبعد الزموط شوفوا، وبعد الزموط هذا يا رحمته هذا من بعد العطوان قفزوه يكون رئيس وكالة سبا للأنباء، وكل شو الآن مسكين يرحم الله نص متر لا قدام، وهكذا البقية حتى زيدوا الشخوة كيف كان. ها واليوم الآن قد لا كروش وحاجات وتبقيم، ورغم هذا كله ورغم هذه الأحجام اللي اليمن كله يستطيعها إلا أن التحالف ما بيستطيعش أبدا، سبحان الله قدرة قادر. عادوا عامل عليهم جوائز ويروح اسكع لك الميت يقول. المهم هم يفتتحوا لهم عماير وأسواق سودا وقنوات ويفتحوا لهذا الشعب فقط مقابر، مقبرة بعد مقبرة، مقبرة لكل حي ولكل قرية، بس مش أي مقبرة صراحة، مش أي مقبرة، تحف هندسية، تحف المزرعة السعيدة في كل حي وقبل لكل مواطن، هذا مشروعهم وهدفهم. ها
عادهم يكتبوا في المقابر اهلا وسهلا بكم، هدفهم انه الشعب كله يدخل الجنة. ايش تعملوا بالدنيا يا يمنيين؟ دنيا فانية، دنيا فانية يا مؤمنين، ولا تساوي جناح بعوضة ولا بنك مركزي ولا سوق سودا ولا مجهود حربي. عشقوا انتم الشهادة على الزوامل ولكم المقابر وللعوث العماير. وحدو فاصل ونرجع لكم مع هذا المؤمن الذي لاحق القرعة وعوم البترول على قولته يوم ها فوق ويوم ها يوم تحت. ابقوا معنا. حيا ابوكم ومرحب. بعدما نكبوا البلاد بانقلاب سبب كل هذه المعاسي ودخلونا حروب ومقاعات وأوبئة وحصار، خلونا نشوف اللي بدأ يلاحق القرعة، اللي مسك بندقه وهراتيعه ومن وزارة للثانية يلفلف أختامه. برميل النثرة الحوثية حمى علي حوثي نشوفه بعد ما قدوه في الظل مركون، يمكن ندم، يمكن له رأي آخر مختلف عن بقية المشعبين اللي لازالوا مصرين على قلب الحصار. كيف يا حماء الحوثي؟ كيف الوضع؟ أصحابك سببوا حصار والجماعة بدأوا يتلاطفوا قليل ويفكفكوا القليل، فكفكوا مينا الحديدة وفتحوا مطار صنعاء. ممكن كده تقول لنا كلمتين؟ أنت فاشل إذن، 3 سنوات وأنت ما تستطيع أنك تحاصرنا، يعني هذا كيف؟ أنت فاشل فاشل. ونعم ونعم، إسلام 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 بس، قد فتحوا بدأوا قليل الدنيا، إيش عاد تشتي يزيدوا يفعلوا لك؟ كل ما الدنيا تفتتح قليل أنت تزيد تحكمه. قد قمتم بالواجب وزيادة مع الباقي إلا الأكسجين، ما قدرتم تعملوا منه سوق سوداء ولا كان عملتوا؟ دورتوا كيف يتحاصر هذا الشعب وأنا اللي حسبتك تجملت من الشبعة؟ طلع ما عندكش معروفة أبدا. ها شوف كيف قد صورتك اليوم صافية وراوي بعد ملاحقة البراق. نحن نصنع السلاح السلاح السلاح، اليوم نحن نصنع السلاح ولا يستطيعون على الإطلاق أن يصلوا إلى شيء. إلا صدق إلا صدق صدق كلامك. بالأمارة إنه العصيب اللي فوقك بتستورده من الصين، ما عاد حتى حد يصنعه بسوق الملح. في زمن الحوثي حتى القنابي قدهم صينيات. قال لا نحن نصنع السلاح. تصنع السلاح ومش قادر تسوي حبة برامول. عاد العلاقات اللي نصها مخدرات توصل من إيران 23 طن. 23 طن مخدرات كيف ضربتوها؟ هذه اشتلي حلقة اشتلي موزم. هذه يا رجال على حسبتك حتى داعش يحق لها تزنط بشوية الضغطات اللي تعبوهم ديناميت، وقد هي قوة عظمى مثلكم. فاهم الصناعة غلط؟ صناعة الألغام والمفخخات والموت والإرهاب دي مش صناعة، هذه يسمونها إرهاب. الضغطات المفخخة إرهاب يا تنقرة. أما الصواريخ صنعتها كوريا وخباهم لكم المخلوع اللي بتدردحوا به لليوم. الشعب اليمني دائما كان هو صانع السيوف. يا سلام. أيوة أيوة، والسيوف دولا ربيتوهم وغلفتوهم لما انكبروا ما شاء الله وربربوا وتحولوا صواريخ، وقلبتوا أساميهم توشكا واتشتو على قول صاحبكم اللي معرفش حتى ينطقه. صحيح اليمنيين كانوا زمان يصنعوا سيوف من قبل ما يشوفوا خلقتكم وتقوا تعايروهم وتقسموا المجتمع، هذا حداد وهذا نجار وهذا جزار وإحنا سادة. استلمنا الصواريخ من سوق المحدادة، عادوا ما هذاك هذاك ما عنده حق المخلوع، وأصحابه قرح لهم فيوزات وجننهم. أنا أعتقد أن التور هو في صفحات الفيسبوك، أما في أرض الواقع فلا يوجد أي تور. طبعاً طبعاً التوتر يجي بعد القهقة وأنت مقود في داري بالتشخيص. قرحت رؤوسهم بصفحات الفيسبوك صح؟ هذا ابن الرضيع ندعوا له نص قرن لايكات لما قحش، يعني يا كامل الخوداني والمسوري هذولا كانوا متوترين مش مؤتمرين. ما عادوش بالفيسبوك بس، قدوا بصفحات قرايتكم وبالبنطة العريضة. اقتحامات لا انتخابات. طيب اقتحامكم للأحوال المدنية اللي بعصر هو توتر فيسبوكي ولا توتر على دفتر التحصيل؟ كان هناك هجوم
شرس من قبل الإخوة في المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم رئيس المؤتمر الشعبي العام. هجوم شرس، وهذا الهجوم الشرس ما هو توتر ولا تويتر؟ مش أول قلت لا يوجد توتر ومن هذا فين طلع هذا الهجوم الشرس؟ ومش بس من فيسبوك عادي، إلا من أمين عام الحزب كمان. بس بيني وبينك هجوم المؤتمرين ما يعول، هجوم المؤتمرين ما يحاصرش بيوت، هجوم المؤتمرين ما لا يحقش قياداتكم ولا يختطفها، عشان كذا تعتبروه كأنه هجوم فيسبوكي ولا يهش ولا ينش. تصدق الآن فهمتك؟ خطير انت يا ليل، ساعة دب الغاز تشتي لك منظم يفهمك. يعني ليسوا أنصار الله أو اللجان الشعبية هم من ذهبوا للهجوم على الآخرين، وإنما تحركوا في إطار مواجهة العدوان. أما حكاية التحرك هذا للآن ما فهمناهش نحن ولا الشعب. الناس بالقولات ما لقوش عمل، وانتو حقكم التحرك يا سلام، يندي عماير وفلال وأراضي وزواجات، انتو بس تواجهوا العدوان وتطحنوا الحبة والحصى جنبها قدام قدام. من أول قلتم تواجهوا القرعة، وذا الحين تواجهوا العدوان، وكل ما شفتم لقع تشتوا تنهطوا. اخترعتوا له قضية تنهبوا باسمها، لو توقف الحرب والله بتنزم زي التيوب حق الحراثة. ما فيش عدوان ينفوخ، ولا تقول انه كامبريشن ما هوش عدوان. شوف كم منك ملان ملان الكرسي وصلة واحدة، شكلهم يطرحوا لك تحت الكرسي اربع بلوك يستحمل. لا يوجد اي قلق ونحن نضمن الجميع. لا يوجد اي قلق، من فين بيجي القلق اصلا؟ من فين بيجي القلق وعيال القبائل تزغطوا لكم بالجبهات؟ وانت بفهنا ودهنا ما عابوش معك رقبة من كثر ما بتسمعن. لا بيضرك برد ولا ريح ولا حرب ولا حصار. لو يتحاصر اليمن 20 سنة انت اخر واحد بيموت. طبيعي طبيعي ما تقلقش، اكتفاء ذاتي عشان كده تشوف الحصار فاشل والناس يموتوا جوع كل يوم وبلا رواتب من سنة. موقف مخزي، البحث عن اموال فقط. هيا قول للمشرفين حقك على اساس انكم بتبيعوا مسابح وما تدوروش اموال، انتم مساكين الله. طيب ليش المقابر ملان والشوارع كلها صور تقول دعاياها انتخابيه؟ الا عشان الله والنهب، ما حد خليتم بالشعب عرق ينبض ما مسيتوا. البحث عن الاموال مخزي قاله. طيب فضيحه طباعه الايراني اللي عمله يمنيه مزوره لصالحكم ايش هي؟ مش مخزي؟ مخزي وستين مخزي. ساحة ترسل لكم أطنان مخدرات والآن تطبع لكم فلوس مزورة وأموال منهوبة، كل هذا مش مخزي؟ أنتم الخزا والعزب ذاته يا حوتة. نحن قلنا للممثل المقيم لممثلهم في السفارة الروسية أنهم بتسليم الرواتب للجنوبيين يشاركون في العدوان على الشعب. تسليم الرواتب للجنوبيين، هذا خلاهم مشاركين بالعدوان على اليمنيين، يعني يمطلد هذا الشعب جوع شمالا وجنوبا. تمام، الله لا لحقهم خير. وبعدين يعني عارف الزوكا بتعاملوا مواطن بجرين كارد ولا كيف؟ مواطنة ثانية. وانا اقول ليش قرحتم راس قاسم لبوزة من المجلس السياسي؟ ما همش الجنوبيين عندكم يمنيين؟ ها رحتوا لما عدن عشان تقطعوا الرواتب عليهم، وين قتل العزة والكرامة؟ قلت لي روسيا هربت القرعة البنك عدن وانتم ما قدرتم توصلوا لها. بعد ما نفضت البنك المركزي ونزل عدن يدور له صبوح، سلمت السلطة للصماد وقود البنك على البلاط مشلح تشليح يرحم الله، والآن قلبتم الحصار استثمار وتمكنوا الشعب استعمار. عهد حكم الجراف، عهد الفناء والموت والحراك. نشوفكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة. خاطر